سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اماكم هانيه. فيديو جديد معكم اليوم كيف ما كتشوفوا. غدا نصاوب الطاكوس بالشاورما والكفته، يعني ميكس. هنايا الشاورما داتها تشحك، كتكون بلاقمه ديالها بكلشي، والكفته حتى هي جبتها بلاقمه ديالها داتها تشحك مع شويه ديال الزويته. صافي، هنايا قليت الفيت وغادي ندوز بالدنامه. هنايا حاطه كلشي حدايا. هنايا خديت فخما الساندويتش، هذا الشيدر زوين، كيجي معلك وكيجي زوين حتى في المذاق. وهذه الشاورما كيف ما كتشوفوا شحاتها، وهذه الكفته حتى هي جبتها بلا قامه شحاتها مع شويه الزيت. صافي، الطاكوس خديتو جاهز. وهنايا دات الصلصه، شويه المايونيز ولا موطارد وكاتشوب وشويه الحار، وحصلنا على لاصوص الجيريان. كان خصني نزيد معها شويه البصله ولكن نسيتها، ماشي مشكل. صافي، هنايا غادي نبدا نعمى الطاكوس. شي نهار ان شاء الله ندير معكم. فايته وقال حاطه في القناه الطاكوس، فايته حاطه هكدا صوبته في البيت، فايته حاطه مقادير ديالو. صافي، هنايا كندير واحد المعلقه ديال لاصوص كيف ما كتشوفوا، وكندير انا هاد الطريقه هكدا، ماشي كندوزها بالمعلقه، باش كيجي كامل هذاك الطاكوس فازق يعني بالصلصه، كيجي زوين وكيجي يعني كيتوزع على الطاكوس كامل. هي ما ديروش في الجوانب ديالو فاش يعني مع الطياب، باش ما يخش لكم هذاك لاصوص. وصافي، هنا كنبدا ندير الفيت هو الاول كيف ما كتشوفوا، وعاد غادا نزيد الشاورما من الفوق. المهم الشاورما انا ما بغيتش ندير هكدا صاينه، بغيت هكدا فاتت هكدا طائفات، باش تجي يعني في المذاق زوينه وتجي باينه في الطاكوس. صافي البنات، هنايا كيف ما كتشوفوا غادا نستمر على الطريقه. من بعد ما دات الشاورما هكدا من الفوق فاتتها مزيان وداتها، غادا نزيد الكفته كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادا نزيد فخوما الساندويتش هو الاخر، يعني باش كتجي هاديك التعليكه في الطاكوس زوينه. صافي، غادي نطوي الطويه ساهله، كدير هادشي على هادشيها، وهادي اللي شويه كتبحال كتدخلو هكدا الطويه لداخل عاد تتنيو ساهله صراحه. والله الا صدقوني اجا صراحه بحال ديال الزنقه، وفي المذاق احسن من ديال الزنقه. والله جا يعني عامه بديك الحشوه، وجا بنين ولذيذ والله القاسم. المهم البنات، غادي نستمر على الطريقه حتى نساليهم كاملين ونوريكم الشكل النهائي. خليكم معايا.
البنات، ها هو الطاكوس ديالنا كان موجود وجاهز كيف ما كتشوفوا، مهم بسيتو وجا صراحة بنين، وجا معلك بديك لاصوص وداك الفخوماج، عطاه واحد التعليكة ما نقول لكم صراحة جا كيشهي. صافي مهم قصنا دابا نتعشاو، هذه هي العشيوة ديالتنا مع واحد المناضة، ونتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم. الا عجبكم بطبيعة الحال ما تبخلوش عليا بواحد اللايك دابا، وفضلا منكم وليس امان تبارطاجيو لا فيديو مع العائلة والاصدقاء. يلا خليتكم في امان الله.